ايديها في وسط النار وبتعمل كل حاجة بقوة واقتدار عشان خاطر الرقاق ولقمة العيش. الست الطيبة ام ميمي رحت لها مخصوص عشان خاطر اوريها لكم واقول لكم قد ايه ان في ستات في حياتنا بتتعب كتير. الست دي فعلا شقيانة وتستاهل ان احنا كلنا ندعمها، عشان كده رحت لها مخصوص. انا مريضة وانا عندي 4 سنين مرب الشعبي، عمري ما قلت ليه، قلت اشمعنى انا ما بتنططش زيهم. انا عايزك تشوف الوضع عامل ازاي، تعالى تعالى عشان تشوف كده. ايه ام ميمي بسم الله ما شاء الله، كل سنه وانتم طيبين، داخل علينا رمضان واكيد كل متابعين اكله عدنان هتيجي تاخد من عندها احلى رقاق. ازاي حضرتك؟ الله يسلمك. حضرتك الرقاق اللي بتعمليه الجميل ده بقالك كام سنه بتعمليه؟ بقالي اكتر من 30 سنه. مين اللي علمهولك بقى؟ امي. كل يوم بقى بتعملي الرقاق ده ولا في ايام معينه؟ لا قبل رمضان بعمل ايام معينه 10 ايام ولا حاجه، وبعد كده في العيد الكبير بقى شهر بحاله. يعني في العيد الكبير شهر؟ شهر بحاله، عشان انا قاعده في مائده، يعني انا اللي بعمل كل حاجه. يعني ايه مش فاهم يعني ايه مائده؟ مش فاهم يعني مائده اكل، يعني بفرق وجبات. بفرق وجبات. بتبيعيها حضرتك؟ لا ناس بتتبرع لي بفلوس وحاجات، شوال رز، كام شوال رز كده، وفراخ ولحمه. انا بعمل بس، يعني انا شغاله فيها بس من غير اجر كمان لله. نعم. يعني ما بتاخديش اجر عن الموضوع؟ لا ما باخدش اجر، اجر عند ربنا. قبل رمضان انت لوحدك اللي بتشتغلي صح؟ ايوه قبل رمضان انت. ايوه انا لوحدي بشتغل، انا وابني محمد ده بيجي من الشغل بيقعد معايا يسوي لي. وشغالي محمد سباك على قده. ربنا يكرمه يا رب. ادي دوت ده بيبقى بالمنظر ده كده طبعا صح؟ ايوه اهو بيبقى محطوط في كيس ومتظبط وكل حاجه. ايوه اللهم صل على النبي يا حاجه. خد يا يوسف، يديك الصحه. خد يا يوسف. ازيك يا باشا؟ اخبارك عامل ايه؟ طيب. انتوا بتاخدوا من الحاجه؟ طبعا كل شويه. كل شويه؟ عشان رمضان بقى كل سنه وانتم طيبين. ايوه ربنا يخليكم. انت حبيبي. ايه؟ والله هياكل، هدوه. ايه؟ حاضر ماشي، انا هاخدها واحد مني يا عم. خدها ربنا يديك الصحة. حضرتك بقى اليوم بتاعك بيبتدي ازاي؟ بصحى الساعة 5 أعجن الأول، وبعد كده بوضب نفسي، ومحمد بيصحى الساعة 6. محمد يخرج على الشغل وأنا أروح خارجة بقى بالحاجة، خرج لي الحاجة لغاية هنا، وأما يجي بقى يكمل بالليل. يعني هو بيجي دلوقتي كده. بيكمل بقى معايا، أنا بقعد بقى أعمل عجنة كبيرة كده عشان الناس بقى. الحاجة على القد. نعم. المكسب على القد، معيش إن أنا أجيب حد يعني. بقول المكسب عشان اصرف على نفسي واصرف على الواد ده بيدخل جامعي عشان يتجوز، فما تقلش عليه. بيساعدني بس على قد. نفسي اجوزه عن 30 سنه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي. نعم. ونفسي اجوزه قبل ما اموت. ربنا يديك الصحه يا حاجه. ربنا يخليك. هو النصيب ان انا اجيلك. ربنا يخليك يا رب. والله العظيم. انا كنت عايزه كده من زمان والله العظيم، بس مش عارفه ازاي ومنين. والله لولا هشام والله دخل على غفله، والله هو اللي قال لي. نعم والله العظيم ما صدقتش. ليه؟ والله ما صدقت. ربنا يخليك. لان انت كنت معانا رمضان اللي فات ما كلمتكش في حاجه. ايوه كسبت، لان ليه؟ احنا برضك احنا واحد يا حاج. طبعا هو ربنا جعلني سبب. طبعا وربنا سخرني للي زي حضرتك. يا رب يخليك. شغله حلوه. نعم. انا شلتها لعص الزمن، راجل مات. أيوه. ما عنديش معاش. أيوه. معاش شؤون، فطبعا اعيش ازاي؟ ايه الحاجه اللي انت بتتمنيها؟ انا هو يعني هي العمره بس ابني. نعم. ده يتجوز، لان انا يعني مش عارف يحوش حاجه في الزمن ده. ميته نصها عليا وعلاجي، ده مش عارف يحوش حاجه. نفسي املي كله ان هو يتجوزه بس. ماشي. والعمره بعدين. أيوه. بس نفسي فيها. أيوه. هموت عليها. ايوه. انا واحد السنه فاتت وقف نوت وقال لي ان شاء الله في رجب هتطلعيها. والله بقول فلان قال، قلت له والله انا منين؟ نعم. قال لي والله هتطلع عمره رجب. سمني باسم رجب. قلت له يا ريت، بس ده اهم حاجه ده. نعم. انا مريضه وانا عندي 4 سنين مرب الشعبي، عمري ما قلت ليه وازاي جاني واشمعنى انا. انا عندي 5 بنات ولدين، قلت اشمعنى انا ما بتنططش زيهم. الحمد لله. بالنسبه بقى للمقادير بتاعه الرقاق، لو جه قال لي حد حاجه ام ميمي انا عايز اتعلم، تعلمي عادي؟
اعلمه امال ايه؟ اعلمه امال ايه؟ انا امي قالت لي كلمه اتعلمت على قعدت قلت لها بس وريني التعجن ازاي بس. قالت لي جارتي اللي قدامي اللي انا معلماها عملت ورقه قبل مني. قلت لها لا انا اقعد تحت رجليكي وقولي لي المقادير ايه. وراحت حاطه الدقيق وحاطه حطيت الدقيق وقلت لها كانت قاعده عندها جلطه فمش قادره. قلت لها قولي لي عجنت. هو اول مره طلع تخين شويه بس احنا بنحب الرقيق كده زي الجلاش. نعم. من ساعتها وانا بعمل. طب انا لسه تشوف الشقه بتاعتي. خش جوه هنا؟ اه اشوفها معاك. انا بقى كنت زي ميمي كده بالنسبه لامي. كانت ام الله يرحمها الله يرحمها ويغفر لها هي وخالتي. بيعمل لي كل حاجه بتاعتي. ايوه. وانا كنت انت تعرف انا كنت بعمل لامي الباميه واعمل لها الخبيزه وكنت اعمل الفاصوليا البيضاء واعمل لها بطاطس. يحب الفاصوليا والبيضاء والبيضاء جامده. اه وكنت اعمل كل حاجه لامي. انا عايز اقول لحضرتك ده الرقاق اللي انت هتاخده فين يا ابني النابت؟ فين النابت؟ اغرف له محمد. ده الرقاق اهو اللهم صل على سيدنا محمد. بص كده الرقاق سلام. ده بقى ده الناس بقى بتحب ترش عليه السمنه الاول؟ لا بتحطه بسطانيه. لا الاول الاول بقى ايه عشان خاطر نقول البنات نحط الاول الرقاق الاول السمنه الاول السمنه الاول. ايوه صح ولا لا؟ السمنه الاول. اه وبعد كده نحط الرقاق نبلها بالماء الشوربه. ما هو لازم يتبل بالشوربه. طيب ايوه. وبعد كده نحط اللحمه المفرومه. اوعى انت الشوربه. اوعى انت الشوربه اللحمه اللحمه المفرومه صح. وبعد اللحمه المفرومه تحط الرقاق بقى رقاق. كام رقاق؟ كام رقاق يعني كام كام رقاق وكام لحمه مفرومه؟ ايوه ايوه. ها ينفع نحط فراخ؟ ممكن تقطعها وتحطها. ايه صح هتبقى حلوه طبعا. وبعد كده الرشي بقى تروحها على النار واعملها. ايوه ويعني تعمل البيتزا بالفراخ بالفراخ. بيجي لك بقى كده مثلا لو عروسه عايزه تتجهز بقى وكده ليله الصباحيه كله بقى بيجي ياخد الرقاق وكده. لا انا عشان قبل رمضان وقبل العيد. اه ممكن. لكن طول السنه. اه ممكن انا ان شاء الله باذن الله. ايوه باذن الله. ده طول السنه. اه طول السنه. هو ابنك اتاخر ليه؟ بيسخنه. يا عم محمد فين الرقاق؟ عايزين ناكل رقاق. الفول عايزين ناكل. انا زين الفول والرقاق والله العظيم. انا دماغي بالرقاق دماغي بالرقاق والحاجات اللي بسبكها وبحب الفول النابت. الحاجات اللي بتسبكها؟ لا مش قوي بقى ما اكدبش عليكي بقى انا بقولك بس الوقت ما بقولهاش اصلا. يا ابني فين الفول النابت؟ ميمي انا مش فاهم. هو مش عايز يجيب لي حاجه فول نابت؟ لا ما هو بيحط لك طبق بس. انا عايز اقول لك على حاجه ان انت اصلا بصي يعني حضرتك الرقاق بصي يعني سبحان الله الواحد يقول كلام ويفضل يعيد والواحد بيبقى مبسوط. هو ابنك شكله اقسم بالله شكله كده مش عايز يجيب لي الفول النابت مش عارف ليه. انا اقول لك يعني طب رن الجرس لو سمحت. رن الجرس يا عم عليه يا عم عشان يجيب لي فول نابت. ربنا يبارك لك يا حاجه وربنا يديك الصحه. انا 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 مبسوط ان انا جيت. يا رب يخليك وربنا يديك الصحه. ربنا احنا هنا المكان بتاعنا يعتبر جنب جمعيه الهلال الاسلاميه في الحمايه. آه. في الحمايه. آه. الجديده. ايوه. قدام مدرسه ثانوي بنات. ثانوي بنات. اعدادي. اعدادي. اعدادي ولا ثانوي؟ اعدادي. مفيش حد بيجي يساعدك في مدرسه الرحمن؟ معانا يا ربنا. ربنا معاكي. انا ربنا. ربنا يديك الصحه. وبعمل زي ما اكون لسه صغيره. ايه؟ لازم اكون لسه صغيره بروح واجي يوم ساعه المائده ده الشهر ده. ايوه. ببقى زي الصغيره خالص. اكن عندي 20 سنه. ربنا يديك الصحه. والله اقسم بالله العظيم ثلاثه ببقى تعبانه قبل رمضان. نعم. في رمضان بقى ببقى راحه جايه راحه جايه والله العظيم. الحمد لله. بس ما فيش اي حد من بنات المنطقه بيجي يساعدك مثلا ولا حاجه؟ لا ام اسلام تقول لي عم اغسل لك مواعين واختي اللي بره دي تقول لك اغسل لك مواعين وهات المواعين. اه. مواعين يعني حاجات بسيطه لان احنا بنفرق وجبات. ايوه. كنا وجبات. ما فيش حاجه الا الحاله اللي انا بعمل فيهم بس. ايوه. بتوزعوا هنا بقى في الحته. اه بنوزع للناس الغلابه. ايوه. يعني القهوه الجامعه. ايوه. بس بقى السنه دي يعني خاصه يعني مفيش فلوس. لا ان شاء الله هتتظبط. يا رب. بفضل الله سبحانه وتعالى هيجي لك خير بعون الله. يا رب. وافتكري كلامي المنطقه دي كلها تتفرش. يا محمد هات الفول يا محمد. هو محمد مش عارف يجيب الفول. يا ابني فين الفول النبت يا ابني؟ يا ابني فين الفول النبت؟ هو ابنك مش عايز ياكلني. ده عينيا. ابنك مش عايز ياكلني. اللهم صل على النبي. الفول النبت طبعا هو طبعا ده لازم في الشتاء. ما هو الشتاء. اه احنا خلاص داخلين على الصيف بقى. العدس كنت عايز اعمل العدس كمان عدس. ربنا يديك الصحه. ما بنعمله. ربنا يبارك لك محمد. الحمد لله. آه ربنا يبارك له. راجل محترم وشاب جدع وزي ما بيقولوا كده ابن امه. انا كنت ابن امي عشان ما حدش يفتكر ايه مش عايز. انا كنت ابن امي يعني. أه؟ مش عايز حد ايه مش عايز يعني يفتكر كاني وماني. اقول لك على حاجه احنا ناخد الاثنين مع بعض. احب اكل رقاق بالفول. اتفضل. ايه رايك فول نابت؟ هي ما بتبيعش الحاجه فول نابت بس هي عندها الرقاق الجميل. ونسقي اقول لك انا هاكل الفول الاول
اهو بص بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله يرحمك امي، ربنا يرحم خالتي، ربنا يرحم ابويا، ويرحم كل الناس اللي ماتت يا رب. وخالتك الثانيه خالتك الثانيه ها، وخالتي زينب ايوه، خالتي اوكا ايوه، وخالتي الحاجه وخالتي زينب اتك على زينب اتك على زينب قوي، وخالتي زينب عشان دي حبيبتنا، ربنا يديك الصحه حاجه الحاجه، ربنا يديها الصحه، احنا اتربينا على كده، اتربينا ان احنا كلنا واحد، اتربينا ان احنا يعني ماشيين مع ربنا بقال الامكانيات وعايشين الحمد لله. هم دول المصريين، هم دول الستات المحترمات. انا بتمنى من الله سبحانه وتعالى ومن حضراتكم الدعم، مش مادي لا، هو الدعم معنوي، ان النهارده الحاجه ربنا يبارك لها في السن دون وبتعمل الرؤى وابنها بيساعدها ربنا يبارك له. انا بتمنى من الناس اللي عايزه تعمل خير، وكل سنه وانتم طيبين، ربنا داخل علينا، وعايزين يطلعوا حاجات عشان خاطر يتعمل مائده الرحمن، هي الحاجه قد امكانياتها وبتعمله لله. فانت لو عايز تساعد، هو المكان بتاعها موجود هنا قدام جمعيه الهدايه الاسلاميه في الحلميه الجديده، وهحط حضرتك اللوكيشن ورقم التليفون، وتقولوا بس ميمي هتلاقوا 50,000 يا رب يخليك، وان شاء الله ميمي ربنا يكرمه هيتجوز يا ريت، وبعون الله هتطلعي تعملي عمره ان شاء الله، بعون الله يا رب يخليك. انا بقول لك ايه، يا رب يخليك، بعون الله يا رب يخليك، سيبيه على الله، على الله كل حاجه، ربنا يديك الصحه حاجه، انا شرفت بيكي، ربنا يخليك، ربنا يخليك، الله يخليك.